أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة حجم المشروعات وريادة الأعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، شدد على ضرورة دمج كل الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع بتمويل 6,800,000,000 جنيه خلال العام الماضي، أسهمت في توفير نحو 370 ألف فرصة عمل مع تدريب 8,200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال.